تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على مستوى البث المباشر. إحنا بنتحدث الآن وفي ناس عندهم ليل وناس نهار وعصر وصبح وظهر كويس، فسبحانه وتعالى يعني يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كويس، ودي كلها آيات يعني عشان نتدبر ونتفكر أكثر. على أي حال أهلا وسهلا، نكتب التعليق الأول اللي هو في الصفحة، لايك شير للايف، وأي زول شاف التعليق يا ريت تلفيه عالم السودان ده، اضغط لنا عليه لايك عشان نقدر الناس يظهر لها. كذلك أيضا اللايك أسفل الفيديو يمينك، تحت المشاركة أسفل الفيديو على يدك اليسار، زايد ملصقات. اولا مبروك يا اخواننا لابنائنا واخواننا واخواتنا وبناتنا الممتحنين او الممتحنين والذين تفوقوا يعني وجابوا النسب العاليه وكانوا ضاحكين مستبشرين، وحقيقه يعني انسب النجاح الى الله عز وجل، يعني انسب انه هو ربنا وفقك عشان انك تصل المستوى ده، اداك بقدرته ورحمته انك تصل الحته دي. ما والله انا قريت، لا هي لو قلنا كده ما يعني التوفيق من الله عز وجل. بعد ذاك ثم اجتهادك انت، ربنا اداك الاجتهاد، اداك المثابره، اداك الذكاء، اداك الفه، خلاك وصلت المرحله دي. فمبروك لكل اب فرحان الليله وليه الحق، مبروك لكل ام فرحانه وليها الحق كويس، ومبروك لكل اخت وخاله وخال وعم وعمه كويس، وزوجه وزوجه كله الفرحانين الليله كلهم الف مبروك لهم. وحقيقه النبي ما يسعد القلب ويبهج الاسر ويسر الفؤاد، و المدارس يعني توفيق عالي جدا، وطبعا المدارس الخاصه طبعا هي كانت المتفوقه وهي كانت الناجحة، وطبعا ده معناه اندثار للمدارس الحكومية زي اندثار الصحف الورقية مع الوسائط الإلكترونية، مع الفيسبوك والواتساب وشنو انت ثاني نسيت الجرايد العادية، فهمت؟ الا تلقاهم يعني فئة معينة مثلا عمرية او مثلا اتجاه سياسي مثلا كده، بس ما اكثر. اوائل الشهادة نحن في سؤال بنسأل، طبعا عندنا ستة من صالح يا اخواننا، من ال 12 زعوم من ال 100 ديل 12 زعوم منهم ستة من صالحة كويس، عشان ثاني ناس كتار يجونا صالحة عندنا ستة من صالحة ما شاء الله تبارك الله كويس، 97.7 واحد منهم كويس، عشان ما زول ثاني يجي يغلطني بالله بصالحتي، فألفي ألفي مبروك لهم وليكم انتوا البرة في المهجر كلكم، ألف مبروك لكم يا أخي، ألف مبروك الانتصار. نعتبر الما نجح أو الما جاب النسبة الما مطلوبة اللي هي كانت مطلوبة، ما في حاجة بتغضبك، ما في حاجة بتكسرك ولا بتكسرك، ده امتحان عادي الإنسان بيعبر بيه في حياته، غد ينجح غد يفشل، لكن في النهاية الحياة ما انتهت على كده ولم تنتهي الأيام، وكون عنيد وقاوم يعني حياتك، يعني قاتل هنا من أجل إنك إن شاء الله تنجح خلاص، وما تعتقد إنه كده خلاص أنت انتهيت، لا بالعكس الجفل انخلهم، أقرع الواقفات والفات بتلحق، بس وسع الخطوات، حظك انضرب ديل بيصبح عن والدات، وحظك انضرب ديلك بيجي الراجعات، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى يمكن السنه الجايه يجيب لك 90، يجيب لك 95، فهمت؟ فالقصه انا جاي على نقطه برضو قبل ما نخش في النقاط بتاعت اللايف، جاي لنقطه اللي هي يا جماعه عندنا النقطه بتاعت المدارس بزر الكوده، يعني 12 طالب من مدرسه بزر الكوده ناجحين في الشهاده السودانيه كويس، يزع اسمهم من المية، والاروع من كده كويس مباشره الاسراع بتاعه في تحفيز الاسر كويس، تحفيز الاسر، تحفيز مش الاسر، تحفيز الاساتذه اللي هم سنه ثالثه ثانوي اتدرسوا كلهم بمبلغ 12 مليار، والحاجه دي قد تتشاف حاجه عاديه لكن هي ما عاديه لانها ما قاعده تتعمل كويس. اول حاجه ال 12 مليار دي فيها المدير وفيها الغفير وفيها
المصحح كويس، وفيها بيشيل دفتر الحضور والغياب، وفيها المشرف العام. دي في التعليم السوداني، دي من الفئات المهمشة. لما مدرسة زي مدارس دكتور أبو زر الكودة دي تتحرك لك الحركة دي وتنجح وتكون يعني بالطريقة دي أكثر من 185 طالب وطالبة جايبين فوق الثمانين، و12 منهم زايعين في المية الأوائل. أنا أعتقد وين مدرسة أبو زر الكودة؟ في الشقلة. وين؟ في الشقلة. يعني الكلام ده وين؟ قبل صالحة بشوية، بعد الفتحاء والمربعات، في الشقلة، يعني في مناطق تعتبر الناس كثيرة نائية، خلاص نائية. فعشان كده يعني والله ما عارف أقول شنو ال 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 معناها التعليم في السودان يا إخوانا. القصة ما كانت قصة الخرطوم أزكى ولا بحري أزكى ولا مدرمان أزكى ولا الأبيض أزكى ولا بورسودان أزكى، لا، لكن ده الطلاب وطالبات لقوا بيئة تحتضنه، بيئة خصبة احتضنتهم، لقوا معلمين أكفاء، لقوا أساتذة أفاتارات، لقوا إدارات رشيدة قوية عالية بتستشير بتستنير بتفكر، خلاص. عشان كده أنا بحيي تجارب زي دي كويس دائما أبدا، خلاص. فلذلك التحية لك يا دكتور أبو ذر الكودة، دكتور أبو ذر الكودة لك التحية، و و و و و وإن شاء الله يا رب ربنا يجعلها فاتحة خير لكل المدارس، وإن شاء الله اللي قدامنا نشوفكم أكتر وأكتر كويس. الموضوع بتاع الحاصل الآن في السودان والبيحصل، أن في ناس جو نصبوا نفسهم أوصياء على الاتجاهات الجغرافية السودانية والأقاليم السودانية، وخدت رقبته منهم، هم الأخذين بناصية الحديث، وهم اللي مثقفين والواعيين والعارفين فقط، وهم أهل الرأي وهم أهل الفكر، وهم اللي بيوروا أهلهم يسووا شنو، وهم الغادوا أهلهم، وهم الآن اللي بيسعوا لبناء دول، وهم وهم وهم. والشخصيات دي ذاتها لما تجي بتلقى كثير فيها ما معروف، يعني فهمت، بالأخص فكرة دولة البحر والنهري دي، يعني ما بزول. أنا قلت يعني أتمنى لو عبد الرحمن عمسيبي، يعني أنا عارفه بكون الآن قاعد يشاهد، لكن أو بيوصله، لكن عبد الرحمن أنا بقول لك أطلع لايف مباشر، لايف مباشر يا أخي، أطلع علينا من صفحة دي 10 ثواني قولينا السلام عليكم كويس، قولينا السلام عليكم كويس، بملامحك شفناها في اللقطات بتاعتك دي، خلاص. يوم على الله لامني في غرب السودان وفي قبائل غرب السودان، إهانة وتشنيع كويس، وتفريق وعنصرية كويس، وبشخصية ذاتها ما معروفة، خلاص. غادي يكون زمان في زول اسمه عبد الرحمن عم السيب زي ما قال، والآن الصورة ما في. فهمت يا جماعة ليه الظلم ده؟ أنا داير أعرف كويس، أنا داير أفهم الحاصل شنو. الوضع ده ما طبيعي، ما تكفل منه هنا إلا تلقى كمان بيجاي هنا المليون جندي، وكمان ده العيانين براهم في انت المليون جندي، مشروع مليون جندي، والمليون جندي ديل عشان يكونوا هم اللي كونوا الجيش السوداني، وهم اللي دارين يكونوا، وهم هو المشروع ده اللي وراهم منه، وفكرته شنو كده. تعالوا اطرحوا لنا في الرأي العام كده، انتوا طرحكم ده ما مقبول، لانه كله عنصرية، وكل من خالفكم الرأي بتشتموه وبتعتبروه انه هو ضد الانسان الدارفوري. ده بالنسبه لبعض النشطاء اللي بيطلعوا يتكلموا، والله انا دارفور مساكين، والله ولا جايبين خبر لحركاتكم دي، ولا جايبين لها انتباه، ولا والله مركزه في لقمه عيشه كويس. بس انا داير افهم ان احنا وصلنا من المستوى السحيق والدرك السحيق ده ليه، خلاص. يعني اذا كان فعلا ياسر العطا، اذا كان فعلا ياسر العطا انت من وراء الحركه بتاعت النهر والبحر، ورينا. وانت يا عبد الواحد اذا كنت فعلا وراء الحركه بتاعت مليون جندي، ورينا منو الورا الحركه دي، منو الخل السودان الان يصل مرحله التشظي والتناحر بالقبائل والاساءات، خلاص، والاساءات. العرب شنو عبد الرحمن عمزيب بالسودان لما بيتكلم عن انه والله ديل ما بيشبهونا وديل بيشبهونا، نفس لغه وجدي صالح ونفس لغه عبد الرحيم حمدي، مع نفس العنصريين ديل، مع نفسهم كانوا احمد هارون، ونفسهم كانوا ناس عبد الواحد، ونفسهم كانوا ناس فلان والا اللي بيغلط ده بيناديه في راسه. طلعنا في لايفات هنا ادينا اللي بيعملوه اللايفاتيه بتاعين القاعدين في اوروبا، كثير منهم في امريكا وبينبذوا في شمال السودان، رفضنا الكلام ده رفض قاطع، وطلعنا مليون لايف هنا. ولما دارين ننتقد ما خفنا الانتقاد من حميدتي، ولا خفنا الانتقاد من كباشي ولا من غيره، قبائلنا انتقدناها لما تعمل الغلط،
ما عندنا هزار مع زول هنا. فهمت؟ قبل كم يوم الناظر بتاع القبيلة أنا ناقضه هنا في اللايف. ناظر قبيل جانا ذات. فهمت؟ ما عندي كبيرة على الغلط، أنت غلطت تتحمل. كويس؟ والتمادي في الأخطاء. التمادي في الأخطاء. كويس؟ إنه والله حاصل كده وحاصل كده وحاصل، يا جماعة اسمعوا ده كلام فارغ. أسمع الكلام ده. ويا عبد الرحمن عم أسيب. بدل تركز في إنه أحمد الضي خاف وبقى ما بيتكلم في حميدتي يعتبره خاف. تعال انت محلي ده اعمل لايف وتكلم لنا عن حميدتي عبد الرحيم. ها تعال حياك الله امام وقبلتك الكتالية. تعال 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 تعال. ما هو قالوا قال بالبر عوام، نحن بنتكلم هنا كويس وبنقول راينا خلاص، وبنعرف نقول 200 ونسكت 200 بدون ما تورينا انت خلاص. انت داير يدقوا لك على وتر عنصري محدد عشان تستفيد منه انت خلاص. انا لما قلتها ما قلتها عشان ارضيك انت، في انت قلتها من اجل بلد، ما عشانك انت ولا عشان امثالك من العنصريين. في انت ولما اخطا عبد الرحيم حمدان دقلو الفتح البلاغ ذاته اخطا، لما اخطا مسكته ضربته في اللايفات لما كانت مساء حديث المدينه كويس، ضربت البرهان حتى ان ورنا. في انت ما يا صديقي ما عندنا هزار، ما عندنا لعب. انت بتتبع عليك زول هو بيطلع بينبس قبائل في قبائل، وهناك داك يطلع ينبس قبائل في قبائل. احنا والله نطبخكم انتوا، والله نحن نسوي لكم ونحن نفعل لكم. كلنا شايفين اللي بيفعلوا فيه كثير من اللايفات من شتم سب الديانة واساءات للامهات والابهات لغرب السودان لشمال السودان. فهمت؟ ده شنو ده؟ نحن بقينا في فيلم العنصرية والعنصرية المضادة خلاص. نحن بقينا في الفيلم ده، والفيلم ده لابد من راسم له خلاص. الفيلم ده لابد من ماسونية قوية تقف وراءه. الشغل ده شغل مخابراتي عالي المستوى. فهمت؟ الواحد حتى لما يتكلم بتلاقيه بيتكلم يعني اسي هو اسمه ده عم سيب ده بينبس ده، لما يتكلم بتشعر انه هو بيقرا من الملف واضح جدا جدا. فهمت؟ بيقنع، بيحاول يقنع الناس بملء الرؤوس. فهمت؟ طيب اطلع قولوا لنا في لايف، خلينا نشوفك ونرد عليك وترد علينا. ها نشيفك بعيننا دي كويس؟ نشيفك كيكة. فهمت؟ اطلع مع الصور دي ما مغني علينا. ما انت قلت غير الدولة صح ولا لا؟ عامل نفسك ومتزعم، ده كلام فارغ. كويس؟ بدل ما تقعد تزبد وترغي في 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 الرجال انه ليه ده ما قال وده قال وده السجن وده خايف يتسجن، تعال ابقى انت محلهم ولو للحظه. واحد، الحاجه نمره اثنين كويس؟ لما نسمع في الكلوب هاوس كله يتحول الى صراع عنصري وجهوي وقبلي، يا اخي كرهت الناس عيشتها. يا اخي الناس بقت تكره الفيسبوك ده كان بسبب العنصريه. بعد شويه هاجرت الفيس، مشت الكلوب هاوس قالت منصه جديده تستفيد منها، ممكن تكون منصه معرفيه، ممكن تكون منصه ثقافيه، ممكن تكون منصه قويه، ممكن تكون كده. خلاص يستفيدوا منها الناس. ما شاء الله تبارك الله. مشت اتقلبت عباره عن عنصريه، عباره عن سقوط اخلاقي، عباره عن شتايم، عباره عن ما في زول عنده احترام لا لاب لا لام لا لغيره. فهمت؟ يعني اهانه بالنسبه للبشريه بشكل ما طبيعي. انت ما تقدر تفهم في شنو. شباب لو الصوت ده واصل لكم اعملوا لايك شير. خلاص لو الصوت ده واصل لكم اعملوا لايك شير، اللايك اسفل الفيديو على يدك اليمين والمشاركه اسفل الفيديو على يدك اليسار زائد ملصقات. وده ده ده التعليق المثبت ده يا اخواننا كويس؟ اسمه شنو؟ الناس ضغط عليه لايك كويس؟ فبالتالي نحن دخلنا في عنصريه شديده جدا، يعني مثلا انت عبد الرحمن عم سيب داير احمد الضي يطلع في لايف ينبذ الدعم السريع عشان انت تستفيد. ما عشان الدعم غلطان. لا، عشان تثبت انه الزول ده فعلا العمل ده ما سوداني وده تشادي وده ده في نفسك جوا، ده جواك انت ومجموعه من الحواليك الخاشين باسماء غريبه. كويس؟ ومن الغريب دايرني اضرب الشمال عشان انت هنا تكون مرتاح وانه ايوه احمد ولدنا. لا لا ما كده ما كده ما كده، معلش معلش. فهمت؟ انا شغال مع واحد فيكم. فهمت؟ انا مواطن سوداني مستقل وحر بقول رايي وقت ما ارى، اللحظه اللي اراها. فهمت؟ اللحظه اللي اراها ما بتراها لي انت كويس، ولا اللي بيراها لي ناس المليون جندي ولا غيره. الان بيطلعوا بيقول لك نحن عندنا حركه المليون جندي، دار تعمل لنا منه ان شاء الله؟ دار تعمل لنا منه بها منه يعني؟ مليون جندي، فهمت؟ بتخاف بها منه يعني؟ نحن اصابنا شنو يا جماعه؟ نحن اصابنا شنو؟ ما هو الخطاب بتاع دولة النار والبحر ده هو السبب هسه الخلى الفتن تقوم لك. يطلع لك زول يتكلم يقول لك نحن ثاني ما دارين اللغه العربيه. منو؟ مين اللي اسمه الوكيل ده؟
اضطر يطلع في خطاب رغم انه انا شايف في اخطاء كثيره جدا في الحته دي وشايف في كلام عنصري جدا اتقال. فهمت؟ صحيح في ظلم، خلاص صحيح في ظلم، في تهميش، اعترفنا بالكلام ده، لكن نحن ما عندنا عداوه مع زول، ما تعادي زول. خلاص الاحزاب نعم بتتجاهر بالعنصريه زي وجدي صالح بيجاهر بها، ما عنده مشكله، لكن هل ده الصح يعني الناس تمشي وراه؟ السودان ده واصل لوين؟ كويس؟ السودان ده واصل لوين؟ بعدين هي قصه داير تقويم دوله دي؟ ما بقويم عليك زول، بالمناسبه في لايف ولا في كلوب هاوس، انت مثلا داير تقويم دوله دي معناها في خط مخابرات واقف ورا الزول ده، الزول ده منو داير يقويم الدوله ده؟ ولا كان دوله ولا كان دوله المليون جندي؟ كان دي مشروع ولا كان ده دوله؟ ده كلام فارغ يا جماعه، خلاص ده كلام فارغ، ده قاعد يضيع في زمننا. ده قاعد يلهيك عن قضاياك الاساسيه، ده قاعد يلهيك انت بتقعد تسمع في الكلوب هاوس وبتكون مشغول، ده قال لي ده شنو، ده رد على ده، وده قال لي ده وده وده ذكر، وبتكون هنا في نفس الوقت العمود بتاع حلتكم واقع، كهربتك قاطعه وما قادر تمشي تحتج عند اقرب مكتب كهرباء قاطعه، مكتب كهرباء جنبكم ما قادر تمشي تحتج فيه. صح ولا لا؟ بتطلع بعض الشائعات بتقول انه 28% انه في زياده بتاع 28,000 في الشهر الجديد، طب بتطلع شائعات، انا ما باكد لك لاني ما متاكد منها انا ذاتي، فما باكد لك، خلاص؟ لكن اذا حصل الكلام ده تاني في اسم لجبريل ده غير غضب الله؟ اذا حصل الكلام ده جد كويس تاني ممكن في تسميه نلقاها لي في العالم ده؟ كويس؟ الان عشان ذاته انت حين بتنشغل هنا بالصراع بتاع دولة التعايشي ودار تطلعها أكبر دولة فاسدة وديكتاتورية وبتاع برنامج وتخلي الناس اللي كانوا متعنصرين على التعايشي زادهم، وأنت تجي هنا تنصر لي بعد شوية الناس اللي كانوا متعنصرين على التعايشي وهو ذاته التعايشي كان متعنصر عليهم، وبعد شوية قامت بيناتهم حروبات وتغاتلوا، وفي النهاية أنت شنو يعني الكلام ده كله؟ نفع الشمال ولا الغرب بشنو يعني؟ طيب نحن الآن دارين الناس تصلح ولا تخرب؟ خلاص؟ انت الليله العيش اللي بيقولوا دارين يزيدوها لك كل مره ويقللوا جراماتها دي، انت الان ما مركز معها. انت مركز مع فلان قال عم سيب قال وفلان. ما يا جماعه ابعدونا عن هذه الصراعات يا اخواننا، خلوا البلد تتبني. انا مستعد ما ارد على زول، مستعد اخليه عمل 1000 غرفه، لكن النقطه دي بالذات رديته تاني خليه عمل 1000 غرفه. فهمت؟ تاني خليه عمل مش شغله. فهمت؟ لكن القصه لما تبقى قصه وطن، لما تبقى قصه وطن بتستغرب سكوت الدولة يعني حتى عن الحاجات زي دي. ما انت زول بتدعو الان بتقول دارين ينفصل السودان احنا تاني بشيلها. انت منو انت؟ يشيلك الخور انت منو انت؟ انت الفوضك منو من الشمال قال لك تتكلم؟ الفوضك منو؟ كويس؟ يطلع مواطن من الشمال يقول ما بندي قروشنا لجبريل عشان ما يشتري بها سلاح يقتل اولادنا، من حقه. أعيده انا على الموقف ده، أعيده ده واحد من المواطنين عبر عن رايه. فين ده؟ قال الكلام ده. زمان يطلع زول من دارفور ولا من كردفان يقول ما بدي الحكومه قروشي عشان البشير ما يقوم يشيل السلاح بتاعه ويجي يقتلنا، كلامه منطقي واصدقه هنا طوالي وايده. فيبقى انت منو عشان تمثل المنطقه دي؟ برهان ده رئيس مجلس السياده ما يقدر الان يقول انا ممثل البلد دي، ممثل الشماليه. ولا يقدر حميتي يقول انا ممثل دارفور. ولا يقدر فلان يقول، ولا يقدر. الحكايه دي لو جينا بالانتخابات يا اخواننا، بالانتخابات وزارة المالية دي من عبد الرحيم حمدي، أول وزير مالية في حقبة الإنقاذ، الفساد بدأ هنا كان، وأكل مال الناس والربا والظلم بغض النظر عن الحياة والموت وحي ولا ميت، وذاته أعدم ناس في عهده ذاته كان هو عضو بتاع اللجنة الاقتصادية في المحكمة، وكان قاعد جنب القاضي، لما أصدر الحكم على الشهيد مجدي وغيره وفلان 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 وعلان، كويس؟ كان الفساد بادي من هناك وشغال. علي محمود الفكو ده انا ما قادر افهم فكو كيف، ما قادر، لكن لما يفكوا عوض الجهاز من الطبيعي يفكوا علي محمود، ما خلاص ما هي مش اجرام اجرام. فكو ده حيفكوا ذاك يعني، هو كان مذكر علي محمود بن زازو، فكو كبر كبر كان نائب رئيس الجمهوريه، كويس؟ فكو خلاص المجرم الحقيقي كبر ده فمسكوه فكو، يبقى ما بخليهم يفكوا ده شنو؟ كذا بالمنطق كده خلاص، ما بخليهم يفكوا ده شنو؟ المتعاب فاكينه لك فكو. فهمت؟ يعني تاني في شنو كده يقول لي؟ يعني انت بقيت عبد الباسط حمزه فكو وقريبات دي تعد تعد ويدات بابكر، كويس؟ والقصه ماشيه على بكري، كويس؟ وما يبقى يبت السؤال اللي بيبقى في 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 في, في البال، يبقى في العقل، يبقى في المنطق، لمصلحه منو؟ السودان
بتدخلوا خطابات غريبة عليه. أنا مواطن سوداني، اللي بتقول أنت منو؟ أنا مواطن سوداني، خلاص مواطن من حقي أسأل، من حقي أعرف بلدي ماشي وين، مواطن من حقي إنه أشوف البلد دي رأيي يكون فيها شنو، ما ضعيف عشان أقول لا لو قلت كده الناس بيقولوا أنت كده، في أنت عشان ما لا بنقول الكلام الصح. السودان واحد موحد، ما دايرين قبلية، نحترم العنصر لا نحترم العنصرية، نحترم الجهة ولا نحترم الجهوية، ونحترم القبيلة ولكن لا نحترم القبلية البتة. خلاص كل المظالم دي أن ليها الأوان إنها تدفن، خلاص يحفر لها عميقا في باطن الأرض وتدفن، خلاص وإنه يحصل جبر ضرر بشكل واضح وهدم لكل الهويات السابقة دي وبناء جديد بتاع مستقبل واعي. ذنبه شنو الجيل الجديد القايم ده يقعد يسمع له في زول بيتكلم عن ما عارف ليك دولة نهري وبحر، وده بيتكلم عن مشروع مليون جندي وما عارف ليك. الطفل الصغير ده القايم ده يقوم على 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 أصوات العنصرية العالية دي ليه؟ السؤال هنا أنا ما قادر أفهم السودان ده ماشي بياتو طريقة كويس. وكلكم ملاحظ الخطابات دي، شباب الصوت عندكم واضح؟ قال لي احمد هارون لو طلع احسن. احمد هارون ما عنده مشاكل، مشاكله تاني كويس، مشاكله تانية اللي هو يعني عبد الرحيم وحميتي مشاكله معهم واضحة، ما ظنيته من السهل. المهم العلم عند الله كويس، لا ارجم بالغيب كويس، لكن ما في حاجة اسمها اسمه شنو مواطن سوداني مقتنع لك بحاجه اسمها هاي. معلش شويه كده قد يقتنعوا لك بكلام ينجروا له كده، زي الاغنيه السمحه يغنوا معاك كده خلاص ينتهي اي زول يمشي. هاي غدا البسيط ينجروا لك كده لفكره نهري وبحر، تشوف وتجيب لك كتائب الكترونيه كده تحشدهم كده بطريقه محدده في امتى واوا كويس، وتخليهم يستمعوا فوق وتخط لك مودريتر تحفظهم كلام، وتطلع انت زادك بصوت ثاني وبصوت بحساب ثاني في امتى، وتخط يعني حدي سهله هي ما صعبه يعني. خلاص بيقول لي ان امريكا واضح، الله يحييك يا اخ شكرا لك. كويس، فبالتالي كويس ما من حقي، انا من حقي اقول ما داير عنصريه، لكن ما من حقي اقعد اجي اطلع اقول ناس الشمال ديل ما ناس، ولا اقول ما بيشبهونا، ولا اقول خلوا ينفصلوا، ما من حقي. كمان ما من حق عمسيب، الحق ابلج والباطل لجلج. زي ما وقفنا في وش ناس المينو منو بيسموهم ده القايم في كندا وفي اوروبا اللي بينبذوا عنصريا تحديدا من الحركات او اللي بيتشبهوا بالحركات او غيره، بيطلعوا بنبذوا بيتعنصروا، زي ما وقفنا ضدهم في يوم من الايام بنجيب ضد طرحك ده يا عبد الرحمن حمسيب، لانه طرح خاطئ من البدايه خلاص، وفيه تعمد للخطا، وفيه العنصريه المطلقه، وفيه فكره تدمير السودان باي طريقه، فهمت؟ وما حتقوم فكرتك دي ولو شفت دخلت في بطن الحوت، ما حتقوم فكرتك دي، دي فكره مبتوره الساقين اصلا، فهمت؟ فكره بلا راس او هويه، فكره متجهه ساي، لا عارف تجانس قبائل، لا عارف تعدد، لا عارف انه السودان ده ذاته مساحاته، لا عارف انه طبيعه الثقافه اللي بتربط بين القبائل، لا قادر تفهم انه السودان ده محتاج لبعضه كيف، ولا قادر تفهم انه الانفصال بيتضرر منه كل السودان، والمهم كلام بتحفظ او بتدوك له انت بتقوله. فخلينا عليك الله، السودان الناس بيموتوا يا اخي الان، يعني معانين من قطوعات كهرباء في المستشفيات، يا اخي السودان عليك الله في ناس بيموتوا لسه بالرصاص شهداء، في عندنا مساكين، السودان في ناس بيموتوا بالنهب في الشوارع تسعة طويلة، الناس الان في السودان داخل ومارق، مشاكل تعاين هنا وتعاين هنا، الحاصل شنو في البلد ما تفهمه، الناس دي بتفكر بهذه الطريقة ما تفهمها، كويس، المشاكل الحقيقية الرئيسية قفة الطماطم، قفة الملح، الحلة بتاعت الملح، الغلبة المواطن السوداني، البيجا ما بيقدر يعيش، البيجا ما بيقدر يتعايش، خلاص، البيجا ما قادر يعيش مع الواقع المظلم ده، شباب لايك شير يا جماعة، السامعني بالله لايك شير، الكلام ده عاجبه لايك شير، كويس؟ الكلام ده عاجبه يعني، كويس؟ لايك شير، اللايك أسفل الفيديو، أسفل الفيديو على يدك اليمين تحت، والشير أسفل الفيديو على يدك اليسار زايد ملصقات. التعليق المثبت بحلم السودان تحت ده يا ريت الناس تضغط عليه لايك كويس. فشنو نحن يا جماعه 200 نقدر نفهم انه ونعي
قصة انه يعني كيف نتعايش مع بعضنا البعض في ظل دعوانا انه نحن مسلمين، انه نحن ناس مسلمين بنصلي وبنصلي كده، مش احنا عندنا الاسلام كده طبعا، فين ده فقط شعائر تعبدية فقط، لكن وين بالنسبة للأخلاق؟ لما نجي نتكلم خلاص، لما ربنا يقول وآتي ذي القربى حقه خلاص، ويقول لك اليتامى، فهمت؟ فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يديك الأمانة، ربنا سبحانه وتعالى إيه نحن نتعامل كيف؟ ونحن للآن بننظر واحد من للتاني على إنه قبيلته أرفع من قبيلته، فهمت؟ على إنه أنا زنجي معناه أنا أفضل واحد، على إنه أنا أبيض معناه أنا واحد، ده شنو الحوارة دي؟ ده شنو ده المرض الماسك الناس ده؟ ما ردينا على مبارك اردول ده لما بيقول لونه لما نكره الحياه، ما ردينا عليه لما عينه طلع، ما لنا ما قلنا والله يا اخي ده من اتجاهنا اتجاه غرب السودان ولا غيره، فهمت؟ ما لنا ما قلنا كده، علي اليمين اطلع منو اقول لك؟ ناظر القبيله ولا نائب الناظر ولا يطلع منو؟ كويس اطلع اي زول كان في لايف الان ولا فينا يقول الكلام ده، كويس يكون ده ردي عليه، وهي ما هي ظاهره، ما هي ما لعبه، فهمت؟ بعدين هما تقديس لشخصيات، انت وطنك بمر بمنزلق خطير، بمر بمنزلق خطير، وبعدين زي عم سيادة بيجي الزول اللي بيقول يقول الكلام ده بعدين بتسجن وما بقيف معه، فهمت؟ بتسجن وما بقيف معه لو حصلت له. انا اتمنى انه اتمنى له الهدى من الكلام ده، انا اتمنى له، فهمت؟ وكل كلمة حاجة انا قلتها او كل كلمة قلتها واعتقلت بيها انا قلتها عشان الوطن ما عشان ارضيك انت شخصيا، خلاص؟ وكل كلمة بقولها ما عشانك انت ولا عشان فلان او علان، لا، من اجل البلد، والا لكان سكتنا. الليلة لو طلع زول من غرب السودان وجه خطاب على شمال السودان زي ما وجهوها في الفترات الفاتت لطلعنا ورددنا عليه رد زي كل ما بنتكلم عن كل عنصري، لكنا طلعنا وردينا عليه. لكن انت داير وقتك كله تدعي معرفة التاريخ، ودائر تدعي عربنة من تشاء واخراج من تشاء، وهناي انت كده يا عبد الرحمن العقدة مش ماسكاك من اولك لاخرك، يبقى المرض منتهي منك، يعني بقيت في مقام الدعي بشكل ما عادل ما واعي حتى، كويس؟ يعني دعي مش بمعنى ما واعي، فهمت؟ انت بتدعي الان حاجات انت ذاتك ما عارفها، وبتقول حاجات انت يعني سبحان الله، كويس؟ فالكلام ده بيؤكد حاجه واحده، بيؤكد انه في وعي الان يعني مخفي عن الناس، وفي شرور مفكوك على الناس، اللي هو شر الانفصال والعنصريه، تحت دعوة انه النازل كان خليتهم بيقتلوكم، تحت دعوة انه النازل كان خليتهم يعمل لكم كده. منو اللي عمل كده؟ منو اللي عمل كده؟ منو؟ كده يقول لي وده عمي لو شال سلاح الليله قال ماشي اقتل له زول من الشمال ولا الشرق ولا الوسط ولا انا بجيب ضده، فهمت؟ بجيب قدامه ما بسويها، فهمت؟ الا كان يقتلني حتى يمشي لده. منو ده؟ شنو ده؟ ليه بتقولوا لاهلكم الكلام ده؟ واهلكم مرتاحين في امان الله، فهمت؟ اصحابنا جعلين وشوايق او ضناقل حلفاوين ومحسوس محترمين جدا، مالكم ليه 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 بتدخلوا فيهم الحاجات دي؟ كويس؟ ليه؟ ليه بتدخلوا في الاسر العنصريه دي عن قصد؟ ليشنو؟ ليشنو اسر دايره خلاص السلام يتم، ودايره خلاص انها ترتاح والبلد تمشي وتمضي لقدام ان شاء الله، وخلاص الامر يمشي، تيجي تخويفها تقول لها قال دايرين نعمل المليون جندي، والما بطلع ولده ممكن نقتله ذاته، فهمت؟ بس مليون جندي بس بعدها، فهمت؟ بس دوله المليون جندي، مشروع المليون جندي، المشكله بيقول مشروع مليون جندي قاعد برا، فهمت؟ وبرا زاد وغش الناس بكم صوره قالوا جه السودان. كويس؟ فشنو؟ وتطلع قاعد هناك تصحى تعمل لنا لايف شايل لك سلاح وانا هو والله بفعل يا اخي تفعل شنو؟ تعال افعل لنا. خليكم الله يا اخواننا، عنده سؤال يا اخواننا ممكن اسمه شنو يطلقوا، انا ما عندي مشكله ان شاء الله في الاجابه بسرعه لانه ما كنت قادر اطلع لايف حتى الليله حقيقه رفقا من الميجا بايتات بتاعت الناس، وفي نفس الوقت يعني ما بقول انه نايلك الواحد مشغول حقيقه شويه، وانتم برضكم مشغولين. هارون بكر بيقول نحن كابناء السودان نريد ان نعيش في السلام ووئام والامن والاستقرار كما عاشوا اسلافنا.
كويس، ده كلام ممتاز جدا. واحد بيقول ايه لك بس، والله لنفسه يا عبد المنعم، ايه لنفسه في انت، ايه لنفسه، ايه لكان رئيس المؤتمر الوطني ببور السودان، وكان رئيس المؤتمر الوطني بولايه الجزيره، يعني والي الجزيره كان والي بور السودان، كويس، واخر رئيس وزراء سقطت فيه حكومه الانغاز دي، كويس، يعني ايه لمؤتمر وطني تماما ما تقدر تقول هنا ولا كده. والشركات اللي بينفذ بها الشغل بتاعه ده، ها يبني له شركه، يجيب شركات وهو يسمع بها، فهمت الزلط. وانا والله كده في ملفات متكامله اذا كامل، من هو ايلا عشان هنا، فهمت، الا اذا الشعب قال دايره، الشعب قال دايره، احنا ما عندنا كلام ثاني، الشعب ما قال دايره ما بنقدر نقول حاجه، كويس. طيب قال احمد الضي، الدوله لا تقوم على التشخيص اذا لم تقوم على المؤسسه، والمؤسسه هي على الفكره العلميه وليس اتجاه على اتجاه، بمعنى ابعاد المفاهيم الدينيه، لان اي ميول ديني يؤجج الى انزلاق الدوله، مثل ما حصل للجنوب الحبيبه. نحن هسه مسلمين، ما قاعدين نسي نتضارب رصاص صوفيه وانصار سنه وهنا بتاع، ما عارف، لكن ربما انت ميولك فصل الدين، كويس، عن الموضوع، لكن الدوله بتقوم على المؤسسات، ده ما في زول غلط، كويس، حفظنا لا عبد الواحد ذاته، فهمت؟ الكوبايه لو سالتها تلقاها حافظه انه دوله مؤسسات، اللي بيقول عبد الواحد دي فجنو. الدوله نعم انا اتفق معك على الطرح ده، لكن على غير موضوع فصل الدين. طيب بيقول يا سلام كلامك صح، كلامك جميل، العفو استاذ هشام ابو احمد، كويس، اهلنا في نهر النيل الكرام، هم اهلنا خلاص، بيظلوا في قلوبنا، بيظلوا يعني موجودين. انا ما خصصت لدوله النهر والبحر المزعومه دي في لايفات قبل اليوم، خصصت لايفات اتكلمت عن مواضيع اللي هم ناس بعض العنصريين اللي قاعدين برا السودان وبنبذوا وبيتكلموا، ده اللي اتكلمنا عنهم شخصيا وجبناهم بالاسم وذكرناهم في لايفات كثيره، خلاص ما بنهاب زول لما دايرين نقول الحقيقه، خلاص ايا كان اكيد الان يا لما يبقى كمان وقتك كله ليل الله ونهاره، ها اساءتك لاهل الغرب يا حمسيب، يبقى اللي بيقعد معاك انت في الروم بتاعتك، يعني بيقعد يدخل في الجروب تحديدا او في ايوه النادي بتاعك، يكون قاعد معاك في الكلوب هاوس، معناه يكون عنصري، كويس، اللي بيكون مؤيد تعليقاتك ويؤيد معك معناه هو عنصري، معناه هو ما مؤمن بقوله تعالى اللي هو جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، معناه بيعارض الكلام ده، وكذلك اللي بيؤيد ومتفق مع ناس المليون جندي، اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني نحن سبحان الله نؤمن بحاجه ونكفر بحاجه، دي حاجه غريبه خلاص، والايمان ده واحد يعني، كويس، فنحن عارف اقول لك شنو، كويس. طيب بيقول شنو بنربى شنو لدمج الدعم السريع مع الجيش ده كيف؟ والله يا استاذ خليل هو استحاله انت دارني اغشك ولا دارني اقول لك الحقيقه؟ استحاله انه يدمج الدعم السريع في الجيش، استحاله. وحميدتي لما سئل في فضائيه سودانيه 24/2018 قال ما بندمج، او هو ما قال كده، لكن قال انه سالوه قال له هل حتدمج القوات دي وغوامه كم ابي يقولها، قال له هل يعني بتدمج، بس قال احنا خلف الجيش، بس قال الكلمه دي، كويس، لو بتتذكر قدر ما تجرجر في السؤال ابى يجاوب النقطه دي. وقبل فتره في قبل سنه وحاجه طلع قال لك تاكلوني لحمه وتجدعوني عظمه، فواضح ما بسلم الزول الداري يسلم بيكون واضح جدا خلاص. فقصه انه الدمج لا ما ظنيت، والوثيقه الدستوريه الوثيقه الدستوريه كويس ادت الدعم السريع حق انه يكون موجود، لانها نصت قالت الدعم السريع والقوات المسلحه والدعم السريع قوتان نظاميتان، حددت الوثيقه الدستوريه وقاعده في الماده مش اقراها، بدايه الوثيقه الدستوريه كويس موجوده الماده دي، الوثيقه ادت الدعم السريع المشروعيه اللي قام عمل قانون منفصل حتى عن قانون القوات المسلحه. فيبقى قصه اللي بيقولوا يدمج لغايه الان دي انا ما عارف والله عارف غايته، لكن حاجه صعبه جدا كويس، حاجه صعبه.
بيقول ما رأيك في من لا ينجح في اللغة العربية وليس له شهادة؟ والله ما عرفتيك يا نذير ساي، لكن إذا كان هو لسانه غير عربي أو معاني في فهم اللغة العربية كويس، ما من العدالة هنا إنه تقوم تسقطه، ما من العدالة أبدا بأي حال من الأحوال. أبو حذيفة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكل الشباب. طيب محمد جعفر بيقول ألف مبروك النجاح، الله يبارك فيك. طيب بيقول ربنا ينصرك ويحفظك. اللهم امين. محمد ابو الجين ابو الجين ابو عامر قال يا احمد الضي لو الانفصال بيصلح الوضع خليها تنفصل، ممكن الوضع يصلح ولو في دارفور والبحر والنهر، المشكله وين يعني؟ كفايه 60 سنه لا اسمها هي الشماليه ونهر النيل، ها ما اسمها النهر والبحر اولا يعني كويس، الان الاسم الرسمي كده يعني خلاص، اذا انت فصلت بعدك سميها ما تسميها في ده، لكن لا هي عندنا هسه ولايه نهر النيل ولايه الشماليه، ان شاء الله حتكون كده والسودان كده بدون انفصال خلاص. ما في انفصال ما في خير، خير يقول لي خير يا هم فصل جنوب السودان صح ولا لا؟ جنوب السودان الان يتقدم في شنو الان؟ جنوب السودان بيعاني رغم انه في بعض الحاجات احسن مننا، لكن بيعاني الان رغم انهم هم جزء مننا ونحن منهم وفيهم كويس؟ وينهم؟ كويس؟ الانفصال لو بيفيد خلاص؟ اتقدمت وين؟ وصلت وين؟ انفصلت اثيوبيا يا اريتريا انفصلت عن اثيوبيا من 93 رئيس السياسه فورجي لغايه الان كويس؟ حاكم ومولي 46 لغايه الان كويس؟ من 93. طيب ممكن توريني اريتريا وصلت وين الان؟ كويس؟ اذا انفصل الغرب ولا انفصل الشمال ولا انفصل الشرق ولا انفصل الوسط، انت وانت كل ما انفصلت لك قطعه بتاعت ارض كل ما جاتت لك الوطا زياده. طيب قال بيجي دوله تيريك ميريك دولة شرق السودان لتيريك الدولة لشعبها وساكنيها، الأرض لمن يملكها والأرض لله يريثها من يشاء يا صديقي كويس. طيب بيقول دولة النهر والبحر فكرة والفكرة لا تموت، أكبر غلط على أهل السودان العظيم وشعبه كلنا مغشوشين وبيردد يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور والتي انضم مع نفس الشعار ده برضه قالوا لك لما ماتوا ناس كبار برضه يعني ما برضه الشعب السوداني ده ويقف معاك وهتف وما مرقت جامعات برضه وأيدت لما هنا مرقت أيدتك وقفت معاك جدا لما ماتوا أربع طالبات من من غرق غرقا في 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 في, في, في اسمه شنو في ناي نهر النيل كويس. يعني القصه دي بكل ما تحصل يعني يا زلمه ما تقسم اهل السودان، لا 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 ده ما كلام منطقي كويس. اللهم امين عيسى، اللهم امين اصلح السودان. طيب بيقول الانفصال سمح من دار حركات، انا اعتقد ده كلام بتاع يعني اندفاع ساي او خوف او يعني في شيء ما منطقي هنا، زول اللي بيقول كده يعني اسي 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 حتى يعني في ناس يعني بيتبعوا لحركات الحركه الشعبيه مثلا تلقى ناشط منها يعني الزول ده كان تلقاه متسم بالوعي متسم بالعقل متسم برجحة العقل، فجأة كده تلقى كل منشوراته دار صباح دار صباح تيمتا إهانة للشمال إهانة، شو ده يا جماعة؟ حول ولا قوة إلا ده شنو ده؟ اللهم إن كان سحرا فابطله، اللهم إن كان سحرا فابطله يا رب العالمين، ها فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون كويس، إن كان هذا سحرا فابطله. السودان ده ما أريد تهجاه شنو؟ تلفت بجاية عنصرية بجاية عنصرية ما أعرف ليكو. طيب قال لابد طبعا يكون انه يا جماعه السودان ينظر فيه لتحدد الاعراق والافكار كويس وللاطياف المختلفه بتاعته، السودان ما يجب انه يكون حكرا على حزب واحد على قبيله واحده على اتجاه واحد غربا شرقا وسطا شمالا فهمت؟ لا السودان يحكم بالجميع خلاص، السودان يحكم بالجميع فيبقى او يحكم يعني عبر تمثيل الجميع بدون عنصريه خلاص. والان الخطابات اللي قاعده تحصل في الكلوب هاوس واللي بتحصل في الفيسبوك المشاحنات القبليه دي، انتم مؤيديننا يا جماعه عجباكم ولا شايفين الاطراف دي الاثنين غلطانين؟ ما هو مرات قال لك لا تجادل الاحمق قد يفرغ الان قد يخطئ الناس في التفريق بينكما في امتى؟ كان انت نهري وبحري بتجادل في ده في مشروع مليون جندي قد تعتبر احمق انت زادك هنا، واذا كذلك انت مليون جندي بتغالط في نهري وبحري برضه قد تعتبر احمق هنا في امتى؟ هنا زاد الظلم بيعرف الصح من الغلط وينه فيما الغلطان والصح بخطابه، واي واحد فيهم بخطابه بكاي اكثر من واي واحد بينكر الجرائم اكثر من الثاني كويس؟
واي واحد لو قلت له السلام عليكم يقول لك انت قاعد تمرر اجنده، ده كمان بيحفظوها لي في الخاص، بيكون فهمت؟ حفظوا ناس كلام فارغ يا جماعه، كلام فارغ. انتوا شايفين اللي قاعد يحصل ده بيقدم البلد؟ انا سؤالي لكم انتوا كويس، انا داير افهم انتوا عاجبكم الكلام ده؟ عاجبكم انه الناس ديل الخطابات العنصريه دي تنمو بالشكل ده وتزدهر ما شاء الله بالطريقه دي؟ قال نعم دمت بالصحه والعافيه ان كان سحرا او طلع. اللهم امين والله طاهر، اللهم امين كويس. طيب ابراهيم قبل شويه ذكرنا نقطه جمعه وكيل دي قبل شويه تكلمنا عنها، اسي انت ربما تكون كنت مافي في اللايف خلاص. وقبل اليوم لما ردينا على خطابات عنصريه من قيادات في الدوله دي كويس، ما قلناه ساي عبثا. يا صديقي الكريم، يا صديقي، احنا مشكلتنا دايرين بس الزول يدق لنا النقطة اللي احنا دايرينها كأنه احنا مشغلينه معانا، فهمت؟ وفي نفس الوقت لا ما يقول رايه، فهمت؟ وانت تخطئ وهو يمشي ليك، لا يتمنوا انت بقيت؟ يتمنوا؟ كان بقيت من اهلي ولا كان بقيت؟ السودان كله اهلي يعني، او لما بقيت من اتجاه اخر يعني. كويس؟ بيقول اللغة العربية هي التي ظلمت الناس، لا لا اللغة العربية ما ظلمت الناس، الله سبحانه وتعالى يعني ربنا قال وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى ما ظلام للعبيد عشان إنه يظلم الناس بلغة ولا كده، خلاص. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك صرفه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. كويس. البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة خلاص ديل ما كانوا بالمناسبة عرب خلاص. سيبويه الشيخ عبد الرحيم البرعي يقول لك سيبويه خذ مسطور والخليلي في الكتب خلاص. سيبويه العالم المبجل في اللغة العربية كان من أطراف أفغانستان وإيران كويس، وكذلك أيضا أبو الأسود الدؤلي في النحو خلاص أيضا لم يكن من هذه، ما كان عربي كويس. وحتى لما انتقل إلى إسحاق بن راهويه لما انتقل في اللغة في انت تلقاهم ما عرب كانوا كويس، ما عرب، بل أجادوا العربية أكثر من عرب كتار جدا كمان خلاص. ولغاية ما تجي تمر بسيبويه والخليل بن أحمد الفراهيدي ده ذاته ما عربي، ده ذاته ما عربي، الله رأيك شنو في انت؟ وكثير حتى من المفسرين فيهم المعرب بتنسب لهم أصولهم بس ده من قرطبة، أي من قرطبة القرطبي في انت بتنسب لهم كثير من المفسرين، كثير من ما عندهم علاقة بال، لكن درسوا اللغة العربية وتعلموا وقدروا وقدموا في مجالاتهم. انت ما داير تتعلم اللغه العربيه، ما داير خلاص اوكي يحتفظ بها في حق الصلاه وفي حق الخطاب مع الناس، لانه خطاب الدوله الان لغه عربيه، وفي جنوب السودان الناس قاعده تتونس بلغه عربيه، فهمت؟ خطاب الناس الان لغه عربيه كويس، لغه عربيه، يبقى لا عشان ده بس قال ولا عشان ده قال، لا هو في خطاب قديم انه ضد اللغه العربيه، لا تكون قاعده موجوده، دي اللغه بتاعت الشعب، خلي تصويت استفتاء اغلب الشعب، اغلب الشعب إذا قال ما دايره خليه خلاص يمسك يكون في منظمة الدول الفرنكفونية، مع إنها خلاص تفككت تكاد تكون مع فرنسا، خليه يكون مع أي دول تانية، فهمت؟ لكن أفريغانيتنا الشديدة ما تقودنا لكراهية العربية، وعروبتنا الشديدة ما تقودنا لكراهية الأفريغانية، نحن ما دايرين نطيل على الناس، لكن اللي قاعد يحصل في السودان ده بيحصل في أمر أو بأمر خطير كويس وأمر مقصود. ويعني ده كلام كله انا ما داير اصل للناس كويس. واحد بيقول لي ناس بتتكلم لغه عربيه ظلموا الناس، وفي ناس بتتكلم لغه افريقيه ظلموا الناس كويس. هاسي جبريل ابراهيم ده لغته الاصلي ما عربيه مش كده، وما في زول بيعيبه عليه خلاص، احكينا ها يعني شنو؟ ظلم الناس في انت، ظلم الناس كويس. كثير بيتكلم عربي بيظلموا الناس، كثير بيتكلموا الغير عربي بيظلموا الناس. الظلم والخيانة والإجرام والجبن ما عندها علاقة، ما عندها علاقة بالقبيلة، ما عندها قبيلة بالاتجاه باللون بالشكل، ما عندها علاقة. أنا ما أعرفك ربطت الموضوع ده كيف كويس. فالقصة دي طويلة شباب، بذكر
اللايف ده الصفحه دي مضروبه الضرب تقيل جدا فهمت، عشان اللايف ده ما يوصلك كويس. انت وصلك هسي عشان بكره يوصلك اضغط لايك على اللايف الان. هنا مرحبا بكم في الصفحه باسم المعلق الرياضي احمد الضيب بشاره كويس، اضغط لايك على اللايف الان تحت اسفل الفيديو يمينك، واعمل مشاركه اسفل الفيديو على يدك اليسار تحت، شارك في جروبين ثلاثه، شارك الجروب ده في الواتساب خلاص اللايف ده اعمله معانا مرصعات كويس. ويبقى السؤال، هل بتعجبك الخطابات بتاعت الفتنه وبذور وكراهيه الفتنه؟ هي الفتنه دي والانفصالات والحروب دي ها هي فيها شنو؟ هي فيها شنو؟ فهمت؟ فيها شنو غير حزن الابد ويتم الولد وتفتت الكبد؟ يعني فيها شنو هي؟ قتل خليل قتل حليل وانتظار قتل اخ بعد قليل، وما بين هذا وذاك تفتت الاحقاد وزرع تفتت الاكباد وزرع الاحقاد. هي فيها شنو؟ هي الحرب شنو؟ هل الحرب الا موت ودمار وقتال؟ ولا انت قايل امن وسلام وطمانينه؟ الانفصالات متين كانت قاعده تقدم دول؟ ما هو كل الشعب ده بيبكي الان عليه انه انفصلنا من جنوب السودان. ثاني ده تيجي تقول هل السؤال الاخير في اللايف ده، هل انت البر السودان ده ويتي البر السودان ده خلاص ويتي داخل السودان ويتي جوا السودان، هل انت موافقه وموافق انت على الطرح اللي قاعدين يقدموه الان، سواء كان ناس عبد الرحمن عمسيب ولا سواء كان بيقدموا لك ناس بيش ولا ناس منو، هل انت متفق معه؟ متفق معي على الحاجه دي؟ انت شايفه كويس؟ شايف الكلام ده صح؟ كويس؟ ده السؤال بالنسبة لي طرحته عليكم، حكايتي قلتها وعندكم تركتها، لن أطيل إن شاء الله أكثر. شيروا معانا فقط اللايف، أعملوا معانا لايك، أعملوا معانا مصغات، وصلوه كل مكان، خلوه ينتشر، خلوا الرسائل زي دي تصل. مبروك مدارس أبو ذر الكودة، المدرسة النائية في منطقة نائية، أنا ما أعرف دي لو تمددت حتعمل شنو، ما شاء الله تبارك الله 12 طالب من المئة الأوائل، أكثر من 150 طالب جابوا وطالبة جابوا نسبة اسمه شنو؟ نائي جابوا نسبة 80 وفوق خلاص، يعني تخيل معي إنه أكثر من 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 12 طالب جابوا 100%. كويس جابوا نسبة 90 وفوق، 12 طالب عفوا 12 طالب زعوم في المية الأوائل، منهم ستة من صالحة طالبة وطالبات وطلاب وطلاب وطالبات كويس. التحية لكل منطقة ولكل ولاية ولكل مكان، شكرا جزيلا. خلاص قال خلاص اكتبه باللغة الإنجليزية، أخي مالنا احنا بنشيل لغات غيرنا انت، مالنا وهو ماله وربي ده ما بيجي بشيل لغتك انت. الله يصحى الانسان السوداني ده الوحيد الكائن الوحيد القادر على انه يقلد كل اللهجات واللغات الثانيه. في ايه ما يقعد مع المصري ينقلب مصري البته، يقعد مع سوري ينقلب سوري، ينقلب مع يقعد مع يا اخي يعني انت في النهايه ارجع لاصلك، لا تكن ملكي اكثر من الملك، ما تكون انجليزي اكثر من الانجليزي، ما تكون فرنسي اكثر من الفرنسي، ارجع لاصلك في النهايه سوداني. فهمت؟ سوداني. خلاص في اختلاف السنتكم. في زول بيتكلم بيكسر الكلام ما بيقدر يتكلم بالعربي، في نوع ما بيقدر يتكلم بالروطانه، مشكله وين يعني الفضيحه وين هنا ولا وين هنا الكلام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبذكر اخر حاجه، في بعض الناس تواصلت معنا يا جماعه بخصوص بعض الحالات الحرجه يا جماعه، في حاله حرجه الان بتحتاج مساعدتكم، بتحتاج وقفتكم كويس. كل من يريد ان يقف ولو بجنيه في الرقم موجود، بنديه رقم الاسره الان اللي بتعاني، واحد من يعني افراد الاسره كويس اللي هي في منطقه من مناطق الخرطوم، حنديه رقمها الان كويس، يتواصل معهم مباشره كويس. خلونا كلنا نكون يد واحده ونركز على البر والاحسان بدل الفتنه والكراهيه والطائفيه والعنصريه والقبليه والجهويه والكلام الفارغ اللي بيدمرنا وبشتتنا. خلونا نتراحم ونتواد. الراحمون يرحمهم، الراحمون يرحمهم، الراحمون يرحمهم الرحمن، صح ولا لا؟ والله يحب المحسنين. في ناس هنا في اللايف ده اول ما اذكر اسم حاله، لانه الناس بقت تقول لي يا اخي كثير من الناس يا احمد الضي يا اخي عليك الله وصل رسالتنا، سالناك بالله ابلغ رسالتنا خلاص. والله في ناس هنا اول ما اقول بيتسللوا بجوني في الخاص، والله بيسالوني بالله الاعلى انه ما اذكر اسمهم ولا اجيبه. ليه؟
لانه اذا كان انا قلت اسمه بشوف انه ده منه اذى. هو ما داير يمن من نفسه، داير يفعله في خفيه كده، فهمت؟ داير يمسح الذنوب، داير يرضي الله سبحانه وتعالى، داير رضا الله. انت ربنا يرضى عنك تاني، اللي بتخش نار اللي هتخني جنه توش طوالي، فهمت؟ اقعد معانا صلى الله عليه وسلم جنبه، اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد لك يعني. فجنه كذلك في ناس زي ده، بس سمع لقى منشور في صفحه في لايف في شنو، اسر محتاجه ناس طوالي هنا، فهمت؟ طوالي تلقاها زول مسايل. شكرا جزيلا لكم.